يلا بارت 2 من الامتيز بتاعة ديسمبر 2023، منتجات تحفة. خليكم معايا. من اول البرفيومز اللي انا جبتها من ميم، وهي الدوب بتاع باكارا روج واسمها روج. تعالوا اقول لكم على سر، احلى اديشن لباكارا روج هتشموها في مصر. شامبو انفينيتي بالارجان، حلو كلمتكم عنه. كريم درمائي الانتي رينكل، حبيته جدا بس ما حبيتش ان هو في برطمان زي ده، بدب صبعي فيه كل شويه فمش هكرره عشان السبب ده. سوب ان جلوري ذا رايتشس باتر، حبيتها جدا جدا اكيد، واحب ان اكررها تاني ده اذا ما كانتش مقاطعه يعني. سيرم النايسينامايد من كليلة، حلو جدا، واحلى حاجه فيه ان هو مش بيسيب اي اثر دهني على البشره وبيتشرب بمنتهى السهوله. كونسيلر مايبلين عندي منه بس اكيد مش هشتري تاني. شارياه من مليون سنه الكونسيلر ده بتاع بورجوا، وكنت بستخدمه هو اكسبايرد، اوعى تعمله زيي. سيرم بولس تشويس، احب ان انا اكرره تاني. بيوتي جلو برايمر من بال هايبو، اكيد احب ان انا اكرره تاني لانه تحفه، كلمتكم عنه قبل كده في فيديو بس على المكان التاني، اتكلمت عنه بما فيه الكفايه، شوفوا الريفيو بتاعه. ماسك الشعر الروسي من كوزا دريزا، اتمنى ان سالي تجيبه لنا تاني. استنوا الجزء الثالث هنخلص فيه المنتجات.